إشكالية التعاطي مع مرضى ذوي القصور الكلوي لفريق تجمع الدستوري الموحد. تفضل سيدنا. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، السيد الوزير، إخواني أخواتي النواب، السؤال ديالنا السيد الوزيرة: يعاني الآلاف المغاربة من داء القصور الكلوي مما يجبرهم على التوجه إلى مصحة تصفية الدم، إلا أنهم يفاجئون بقلة المصحات والمراكز المخصصة وبغلاء فواتير العلاج. لذا نسائلك السيدة الوزيرة عن سياسة الحكومة تجاه هذا المرض. ثانياً، في إطار التنوير الرأي العام الوطني وسكان العالم القروي، السيدة الوزيرة، هو كاين الناس اللي كيتصابوا بهذا المرض، خصنا السيدة الوزيرة يعني نورهم، يعني أي مراكز اللي يمكن لهم يتجهوا لها، والناس اللي ديال العالم القروي راك عارف السيدة الوزيرة يعني ضعافاء إلى أقصى لا أقصى الدرجة، ما يقدوش يسيروا ديك الشيء اللي غادي يخلصوا. ولهذا السيدة الوزيرة بغيناك تقول لهاد الناس شنو هي المساطير اللي خصهم يديروا، وشنو هما المراكز اللي هما اللي خصهم يتجهوا لها، اللي تابعين لسكان عالم القروي. وشكرا. تفضلي سيدي الوزير. الرئيس، سيدات النائبات، السادة النواب، السيد الوزير، كما تعلمون السيد النائب المحترم، فوزارة الصحة أعطت في مخطط 2008-2012 حيز كبير بالنسبة للأمراض المزمنة. فبالنسبة لمرضى القصور الكلوي، خدينا على عاتقنا على أننا ما يبقاوش الناس في لوائح الانتظار، اللي هي في الحقيقة ما هي إلا لوائح الموت. فلهذا إلا بقينا كنا خممنا مع اللجنة الخبراء المختصة في هذا المجال، خممنا أننا بقينا تنمشيو في الوتيرة ديال البناء وما عندناش الموارد البشرية والتسيير وكل هذه المشاكل، ما عمرنا ما غادي نغطيو ويمكننا نصفيو هذه اللوائح الانتظار. فبحيث لجئنا الى القطاع الخاص، وهذا تبين على ان الان كاين هناك شراكات ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، لان الصحه هي واحده بقطاعينها. اذا اشترينا الخدمات من القطاع الخاص. فاذا به شنو هو الامر اليوم في المدن، بالخصوص المدن الكبرى، ملي تيكون هناك قطاع خاص ما تنبنيوش، تنشريو الخدمات، وبالنسبة للناس المعوزين تنلجؤوا لهاد المراكز لتحيلوهم المندوبيات بالمجان بطبيعة الحال، لأن وزارة الصحة هي اللي تتأدي الخدمات. بالنسبة للمناطق وبالخصوص القروية والنائية اللي ما تتوفرش على القطاع الخاص، هنا غادي نبقاو تنسرعوا في الوتيرة ديال البناء، وهنا تنقوموا بهذه العملية دائما تقريبا بشراكة مع المجتمع المدني لتوا تنحيوه لما يقوم بأعمال جد جبارة في هذا المجال، بحيث أننا التزمنا على أنه نهاية آخر هذه السنة ما غيبقى تقريبا بالخصوص بالنسبة للمدن ما يبقاش نهائيا لوائح الانتظار. بالنسبة لهذه المناطق اللي هي بعيدة واللي هي قروية، إلى ما كانش تتوفر على مركز للتصفية، تنطلبوا منهم أنهم يتصلوا بمندوب وزارة الصحة باش يلقى لهم مكان في المدينة، أقرب مدينة لهذا المركز اللي هما تيقطنوا فيه باش يستافدوا من الحصة ديال الدياليز. شكرا سيدي. سيد النائب، التعقيب تفضل. شكرا السيدة الوزيرة على هذا الجواب ديالك، يعني وتبعناه بإمعان. الناس المعوجين خصهم يستافدوا من هذا التصفي بالمجان. وهنا عندي السيدة الوزيرة واحد الحالة ما بين العشرات ديال الحالات، عندي واحد السيد كمثال، المهندق حسن، دوار الحمرية، قيادة زومي، عملت وزن،
اتجه ل يعني كانت دائرة مقيسات قبل تبع الإقليم الشاون، واتجه يوم 6/12/2010 ورفضوا باش يديروا له العلاج، واضطريت باش نتصل بالسيد المندوب الإقليمي ويعني بواحد المشقة باش قبل ليا باش يديروا يعني علاج واحد. ثانيا وما يعاودش باش يولي لهذا الإقليم، حيت هو أقرب إقليم ليلو، واللي كان كيقبل كيتعالج كيتعالجوا الناس ديال هذه الدائره في اقليم الشاون. ثانيا الطار يتجه للخميسات، تطوان، مكناس. شكرا سيدي. القنيطره الى لقى شي محسن يخلص له هذا. شكرا لكم.